توب ايت على اذاعه ايت راديو توب ايت 2021 انتما اللي صوتوا الكلاسمون شكرا لكم بزاف شكرا كاع الناس اللي صوتوا على www.itradio.ma صوتوا الكلاسمون الاغاني اللي حبيتوها اللي سمعتوها من الاغاني الزوينه اللي حبيتوها اللي سمعتوها على اذاعه ايت راديو صوتوا على بزاف داكشي اللي هي التاسعه في الكلاسمون هذا العام وكيفاش نخليك واش انا عندي منك جوج واحنا يا فير ما منو خروج عارفكي وانا وياك ننساو حال الدنيا نريسكي اما غندير هند سداتي نريسكي انا وياك ننساو حال الدنيا محمد ريفع ايش اخبارك سنه سعيده كي داير اخويا مامو لاباس عليك كلشي بخير اخويا ان شاء الله الله يستر عليك باش ما تمنيتي يا ربي امين وكاع الاهداف ديال حياتي ان شاء الله اللي مازال ما تحققوش الله يحفظك اخويا انا فرحت لك بزاف بهذه الاغنيه هذه انك الله يبارك فيك لانك دستي الغنى انت غنيتي اخويا راك عارف جو كومبوز ولحنتي في واحد 10 سنة الوغ قلت علاش لا ما نديرش شي حاجه ديالي طوب والحمد لله توفقنا بهذا لا شونسون ديال كيفاش نخليك فغامون صراحه كنت ديسيديت انني نغنيها انا قبل ما نعطيها لشي واحد الوغ هذه بالضبط كنت كنقول هذه خصني انا اللي نغنيها ونزلها مزيان اخويا كنتي معول على الحمد لله كنتي معول على النجاح الاغنيه هذا العام كنتي معول على النجاح اللي نجحات صراحة ما يمكنش تعول ولا واحد في المية على هذا السكسي كامل اللي وقع انت عارف سيما دوزيام شونسون في الكارير كامل اللي كان غنيهم باقي تقول انا ديما كنامن باللي راه بغيتي توصل ديما كتبقى ايطاب 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 مش ممكن الحمد لله صراحه كيفاش نخليك لكاع المغاربه كاع زعما كاع الفئات العمريه كبار صغار جبتهم لا شونس صراحه هذا هو السكسي بالنسبه لي انا كاع مزيان اخويا محمد رفاعي الاغنيه ديال كيفاش نخليك دابا انت لحنتيها ليك انت غنيتيها كتبتيها ولحنتيها شكون المغني اللي قال لك اخويا كون خليتي لنا الاغنيه صاحبي راك ما عطيتك فيها اللي بغيتها اخويا كون عطيتي اي حاجه نعطيك فيها اخويا علاش اخويا علاش ما تخليش لنا اخويا علاش دونك هذه هي مشكل مع هاد لا شونسون ما كنتش كنسمع بزاف لي زارتيست زعما كون بروجي ولا شحال واحد تيقول لي لا راك انت كتخبي هذاك الشيء واخا تقول لك راك كتخبي علينا الله يكرمك بالخير اخويا دابا انت راك معول تبقى تلحن وتكتب وتغني راسك انت ضروري دابا ان شاء الله غادي نمشيو مع بعضياتهم هما غالي ان شاء الله مزيان اخويا حيت ما يمكنش تخلي التلحين حتى هو شي واحد الحاجه اللي كديرها كل نهار وما يمكنش تخرج اغنيه كل نهار ولا كل يومين ولا طيب انا كتحاول تشوف صحابك لي زارتيست اللي غادي يزيد شي حاجه دو بلوس علاش لا معلومه السكسي ديال الاغنيه ملحنها بالنسبه لي بحال السكسي ديال الاغنيه غنيتها والحمد لله اللي جربت ليه دابا الله يكبرك بالخير اخويا سلم بزاف على عين سداسي 2021 كان عام مزيان اللي قلت نتايا كان عام اغنيه ناجحه صراحه من غير الاغنيه صراحه ما يا با دي شوز اللي كانوا وقعوا تبا ولا راك عارف في الموت تحط عاود حيد كل شيء كلا لا فامي الحمد لله اللي خرجنا بغزيطة زوينة في 2021 بدأ بالنسبة لي سقطوا أنا مزيان أخويا وكنتمنى إن شاء الله نبقاو غاديين على هاد الطريقة هادي لـ 2022 ورا القدام الخير أمامنا أخويا صراحة كيخدم شنو تبغي نتمناو لك 2022 محمد رفاعي خويا كنتمنى حاجة وحدة أنا هي هاد الكوفيد هذا يتحيد كاملين كاملين رجعوا غير الحياة صراحة يا بيبا ما كاينش زعما شي ما كاينش متمنيات من غير هادي والصحة ديال الوالدين طبعا حاجه قبل كل شيء الله يكرمك بخير اخويا فرحت بزاف معك محمد رفاعي الله يحفظك سنه سعيده اخويا مومو ميرسي بوكو انت سنه سعيده عليك وداك الطاقم ديال الراديو على كان الناس اللي كتسمع الراديو سنه سعيده يا ربي العام هذا يدخل بكاع الحوايج تصاورين نوصلوا كاع لداك الشيء اللي ما قدرناش نحققوا في السيدي اللي دازت ان شاء الله ان شاء الله اخويا الرقم 9 كيفاش نخليك محمد رفاعي هند سداسي على اذاعه ايت راديو كيفاش نخليك واش انا